السلام عليكم خوت، تحياتي لكم خوتنا وحبابنا. اليوم نتواجدوا في المحطة الطرقية الخوت بإقليم قلعة السراغنة. اللهم بارك تبارك الله. اليوم بتاريخ 21/4/2023، عواشركم مبروكة. عندنا 4 خرفان بدريين ونعجم تاهما، خروف وخروفة، وحدة دافعة الخوت وحدة والدة خروف. هذه ثنية والدة خروف، وهادو 4 خرفان بدريين. 4 خرفان بدريين هادو الخوت، الثمن ديال المشرى 59 و500 خرفان البدريين. 2975 درهم الخرفان، راهم 4 الخرفان. اللهم بارك. وهذه راه والده خروف ثنيه مرشومه، وهذه متاومه. هذه الثمن ديال المشره ديالها 72 متاومه مرشومه، ديال لانوك مليحه الله يبارك، متاومه تكارونتوا الله يبارك بارك الله. 3600 درهم الله يبارك، غنصيفطهم ان شاء الله للمتتبع الكازا ان شاء الله. صيفطهم الكازا ان شاء الله الخوت، اللهم بارك تبارك الله. تحياتي لخوتنا وحبابنا اللي تشاهدونا داخل الوطن وخارج الوطن، ديما الجديد ديما المليح. هاي بارك قاعد خرفان اللي جاي السعي فالملاح، الله يبارك الخوت بارك الله. راه المليح الخوت، راه المليح، اللهم بارك اللهم بارك تبارك الله. يلا سير على الله، سير سير اسمه بارك الله. سير خلينا نطلعوا سير. اللهم بارك تبارك الله. خويا رضوان الأمانة ديالك هاهي، الله يسرها. هذه امتساع تبارك الله، امتساع تبارك الله. اللهم بارك اللهم بارك. تي معاود انت. السلام عليكم خوتي، تحياتي لكم.